منورنا في اخبار اليوم، وعايزين نعرف بعد اخر البوم ليه انت بقيتش متواجد دلوقتي. هو انا ما بحبش التواجد اللي هو بالكلام، انا فنان، التواجد بتاعي بيبقى بالفن، فانا بيتعرض عليا اطلع اتكلم في برامج. انا بصراحه مش من الناس اللي بتحب تتكلم بره المزيكا، انا بحب المزيكا وكلامي هو اغنيه. البومك الجديد هيطرح امتى في الاسواق؟ ان شاء الله بدات اشتغل فيه، ان شاء الله ممكن على راس السنه ان شاء الله. هيحتوي على كم اغنيه؟ انت تعاونت فيه مع مين؟ لا بصي، هيحتوي على كم اغنيه دي، انا الالبوم اللي فات كنت منفذ 21 اغنيه، نزلت 15، انا بنفذ كتير جدا. اللي ينزل قد ايه اللي هم اكتر اغاني بتصعب عليا، فلسه ما اقدرش احدد الرقم. او مع اي حد هيعمل حاجه احلى من اللي عملها لي في الالبوم اللي فات، مش مهم يعني مفيش صداقات هتخلي حد موجود عشان هو صديقي، لا، الصداقة بالنسبة لي هو إن حد يديني ماتيريال يخدمني مع الناس. لا، مفيش مجال للمجاملات في مستقبلي، يعني مستقبلي محدش لو أنا اتضريت هينفعني، فأنا بالتالي ما ينفعش أجامل حد على حساب مستقبلي. مفيش أغنية سينجل هتصورها قريب قبل ما تنزل الألبوم؟ لا، أنا صورت أغنية فترة من السهلة، وإن شاء الله تنزل بعد نتيجة الانتخابات الرئاسية إن شاء الله. ميرسي ليك جدا. شكرا ليك. شكرا يا جماعة.